السلام عليكم. كيف حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا إناس من الشرقية فضيلة الشيخ. طيب لماذا تذكري اسمك يا أختي؟ أنا أختي توفت وهي بتولد. الله يرحمها. والدة القيصري تعد شهيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، يعني سوى الشهيد في سبيل الله في القتال، المرأة تموت بجمع شهيدة، يعني التي تموت في نفاسها، رزقها الله الجنة ورزقك الله الصبر، ورحم الله أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين.